دينا برحب بحضراتكم معانا وحلقه جديده وبيت على الصخر مكملين مع حضراتكم قراءه بعض الرسائل الخاصه بخط الصعيد الاسبوع اللي فات قرينا مجموعه من الرسائل والنهارده هنكمل مع حضراتكم مع نيافه الحبر الجليل لانبا استفانوس اسقف ببا والفشن وصموستا ورئيس المجلس الاكليريكي عن الدايره الثالثه خط الصعيد كمان بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا دكتور عبد الله بشره المستشار القانوني للمجلس الاكليريكي عن الدايره الثالثه خط الصعيد طبعا تواصلكم معنا يهمنا جدا راسلونا وبعتونا على وسائل التواصل المختلفة الخاصة بالبرنامج وخصوصا صفحتنا على الفيسبوك برنامج بيت الصخر باللغة العربية دي صفحتنا الرسمية والوحيدة واللي هتظهر قدام حضراتكم حالا على الشاشة بتمنى من حضراتكم طبعا ترسلونا والرسائل تكون مختصرة يكون فيها اسم المحافظة وكمان رقم التليفون فاصل ونبدأ حالا خليكم معنا من العناصر الكبيرة جدا فى نجاح التربيه عنصر التشجيع ابنك جاب ستة من عشرة فى الامتحان ممكن تقوله وتديله عقاب شديد ازاي تجيب ستة من عشرة وممكن متأسف فى الكلمة تعقده وممكن من ناحية تانية تقوله ستة من عشرة مش كويسه لكن أنا واثق انك المره الجايه هتجيب اكتر ممكن تغلط وتقول له طب وش ابن عمتك جاب نمرة 8 من عشرة وش معنى زميلك جاب 9 من عشرة لا تقارن ابنك بآخر قارنه بنفسه عشان كده لما يجيب 6 من عشرة تقول له أنا واثق المرة الجاية هتجيب نمرة أحسن وفي مرة مرة هتبقى أحسن وأحسن <applause> مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا في بيت على الصخر برحب بنيافه الحبر الجليل الانبا استفانوس اسقف بيبا والفشن وصموستا ورئيس المجلس الاكليريكي عن الدايره الثالثه خط الصعيد اهلا بنيافتك معانا ازاي منورنا ربنا يحفظ عليكم ربنا يخليك معانا كمان دكتور عبد الله بشره المستشار القانوني للمجلس الاكليريكي عن الدايره الثالثه خط الصعيد اهلا بيك دكتور اهلا سي. اهلا سي. سيدنا هنبتدي مع نيافتك برساله الرساله بتقول انا مخطوبه من خمس شهور بعد الوقت ده كله خطيبي قال لي انه بيعاني من الغده النكافية وانها سببت اضرار عليه وقالت الاضرار دي نوعها ايه؟ عقم والدكتور قال له انك لو مشيت على العلاج خلال ثلاث شهور هتكون كويس انا مش عارفه اعمل ايه اكمل ولا لا ولو سمحت عايزه الرد بسرعه هو احنا اولا باشكر هذا الخطيب انه صارح خطيبته وده المطلوب ان تمام. لما يكون في مشكله لازم اصارح الطرف الاخر والا هيحصل مشاكل وممكن يحصل بطلان اه بطلان في الزواج لو في مشكله خباها تمام. فانا بانصح اي خطيب واي خطيبه يكونوا صرحا مع بعض في مثل هذه الامور محدش يخبي حاجه الحاجه الثانيه بيقول في علاج لمده ثلاث شهور اه هو بتقول لو مشي على العلاج لمده ثلاثة شهور هيكون كويس ومفيش مانع لما نسال طبيب اخر والقرار قرارها مش م. قراري ولا قرار حتى اب اعترافها ما لا يعني ما ما شجعش اب اعتراف ياخد قرار لمعترف لا احنا ننصح ونقول راينا لكن القرار يبقى بتاع الشخص نفسه عشان يبقى متحمل نتيجة قراراته وعوده انه ياخد قرارات لحياته مش يرجع لابونا في كل حاجة وابونا ياخد له القرار في الزواج وابونا ياخد له القرار في الشقة وابونا ياخد له القرار في الشغل يرجع ياخد بركة أب اعترافه ولكن القرار يكون نابع من نفسه في مثل هذه الأمور أنا أحب أن أنا أحط الاحتمال الأسوأ عشان لو جه الاحتمال الافضل هبقى مرتاح تمام يعني بمعنى في مثل هذه الحاله دي بالذات فلنفرض العلاج ما جابش نتيجه هي هتتقبل ده ولا لا بس كده جاب نتيجه يبقى هي واخده القرار الافضل يعني يعني هي في الحاله دي يا سيدنا من الافضل انها تعرض ممكن الحاله بتاعته على مثلا دكتور او اتنين تاني. اه أوه. وبعدين تاخد القرار هي لوحدها تشوفها تتقبل ده ولا لا لانه فرضا ممكن ولو حتى بنسبه 10% العلاج ما يجيبش نتيجه فهل هي هتقبل الوضع ده ولا لا ده قررها بقى تمام برضه راي حاجه يا اه ده يورينا مدى اهميه الكشف الطبي قبل الـ قبل الزواج مهم جدا يعني انا انا بعيب على اللي بي بيعملوا خطوبه وزواج وبعدين يعملوا الكشف الطبي ده روتيني لا ده المفروض الكشف الطبي ده يكون دقيق جدا يكون فيه كمان مش مش اخصائي امراض ذكوره او نساء او كده لا ده يكون فيه كمان كشف من ناحيه النفسيه اشكرك كشف من ناحيه الادمان لان في مشاكل كتير جدا بتجينا بتكتشف الزوجه ان الزوج مدمن علشان كده انا بقول ان الادمان اخطر من من العقم لازم يكون في كشف طبي عشان نشوف مدمن الزوج ولا مش مدمن م. كتير من البيوت بيحصل فيها دمار بعد الزواج بسبب ان الزوجه بتكتشف ان الزوج مدمن برضو يكون في فتره طويله للخطوبه يعني هي مستعجله ليه ثلاث شهور مش كثيرة يعني م. هي بتقول الدكتور قال ثلاث شهور وكمان مخطوبه دي من خمس شهور والدكتور قال بعد بعد فتره العلاج ثلاث آه. شهور آه. تصبر ثلاث شهور دي مشكلة وتشوف العلاج هيجيب نتيجه ولا لا؟ في سيدات برضو يعني في في واحده تقدر ان هي آه تستحمل ما يكونش عندها اولاد وتكون بتحب اللي هتاخده ماشي م. على حسب مقدرتها لا عايزه اولاد لا يبقى انصحها ان هي لا بلاش وفك خطوبه احسن من مية خطوه احسن صحيح. من فسخ زواج يعني هي القرار الاول والاخير عندها هي فكري كويس أعرضي الحاله على دكتور ثاني واستني الثلاث شهور مش هتفرق زي ما سيدنا كده بيقولوا دكتور عبدالله الله انه الايام هتكشف لك اذا كان فعلا العلاج هيجيب نتيجه ولا لا طيب يمكن يا سيدنا دكتور عبدالله الله أفعل نقطه مهمه جدا لما قال اهميه الكشف الطبي والنفسي كتير بنشوف انه الناس تتصل بينا تقول لنا ده هي مريضه نفسيا او تقول ده هو مريض نفسي ده هو عنده اضطرابات اه وبياخد ادويه وما كانش قايل لي اه اه في ناس سلوكياتها بعد الجواز بتنم عن انها عندها مشاكل نفسيه عندها عقد عندها اضطرابات اه طريقه تعاملها سلوكها وبالتالي ده ممكن يتكشف بدري لو عملنا كشف نفسي ليه ما نكونش ده من ضمن سلسله الاجراءات اللي تتخذ قبل الجواز اللي هي الفحوصات ما قبل الجواز في فحوصات طبعا قبل الزواج لكن ناحية نف... من الناحيه النفسيه في حاجات كمان مش هنعرف المرض النفسي الا لما يعيش معاه تحت سقف واحد لان ممكن في حاجات طبعا تت... الطبيب النفسي هيكتشفها لكن في امور اخرى مش هيعرفها الا لما يعيشوا تحت سقف واحد م. ولما الحياه طبعا ما بتبينش بعض الامراض النفسيه إلا لما تحصل مشكلة مثلا أزمة مادية أزمة سياسية أزمة فكرية أه 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 مشكلة اختلفنا في, في التفكير اختلفنا في اتخاذ قرار فبتبان لكن طبعا الدكتور نفسه اكيد هيكتشف بعض الامور لكن في امور اخرى الثقافه ثقافه الكشف النفسي دي محتاجين اننا يعني وبنحاول اهو إن في بيت الصخر اننا نرسخها في اذهان الناس يمكن حتى تنقذ بعض حالات الفشل ولو ب 10% طبعا طبعا دي ه... هتفرق معانا جدا وفي تحري بقى يعملوا تحريات <applause> بس مش تحري عن طريق البوليس يعني لا اهل الزوجه او اهل الزوج برضو اعتقد ان ده مش عيب يعني انهم يسالوا عن اللي هيرتبطوا بيها اخبارها ايه او الزوج اخباره ايه مش مش هيعملوا تحريات عن طريق الشرطه لا عايز يسالوا يعني شيء طبيعي لا لازم ليس... يسال مشكلة. لا في المشكلة. ناس بتستعجل وبيرتبطوا من وفي ناس بتخبي يعني في اباء وامهات بيخبوا مثلا ان ابنهم بياخد دواء نفسي او بيعاني من مرض نفسي معين ويقولوا لما يتجوز هيبقى كويس على فكره دي حصلت كتير جدا طبعاً. الزواج, ودي مش كرسى. الزواج مش حل بتعمل كارثه الزواج مش حل ده احيانا الواحد يبقى سلوكيا ماشي غلط منحرف يقول لك نجوزه عشان يتعدل مش هيتعدل ده هيزداد سوء فلأ هو علاجه التوبه لو محتاج طبيب على رقه قداس بابا شنوده ربنا نفسه ترتلون باورته دروس على حكايه الزواج المثلي م. الزواج المثلي وفي كنيسه خارج مصر غير ارثوذكسية غير قبطيه بس مش عايز اذكر الاسماء عايزين يدرجوا المثليين في درجات الكهنوت م. انا فاكر قداسة البابا عمل لنا اجتماع مخصوص طارئ لهذا الموضوع وقال جملتين حل فيهم الموضوع المشكله قال لو هذا الانسان المثلي خاطي يقدم توبة لو هذا الإنسان مريض يتعالج يتعالج كده حلها في كلمتين صح حلها في كلمتين مش علاجه الزواج لو واحد منحرف سلوكيا أخلاقيا مش علاجه الزواج صح. لأ ده لازم يتعالج نفسيا الأول لازم يعرف الصح الأول وبعد كده يتجوز هندبس واحدة من بناتنا في حاجة زي كده ينفعش صحيح. صحيح. صحيح سيدنا احنا معانا تليفون من سهاج ألو الو ايوه مساء الخير مساء النور اهلا بيكي الله خلي يخليك اتفضلي سيدنا مع حضرتك اتفضلي ماشي انا مشكلتي سايبني من لي 13 سنه اه اه ما اعرفش عن حاجه راح فين ما اعرفش سافر خارج مصر ولا موجود جوه مصر ولا ايه الحكايه ما قديش قديش خبر حاجه ما حدش من اهله يعرفه هو فين؟ لا ما عملتيش محضر تغيب؟ لا ما عملت ومعاك ما اولاد ولا ما. معاك اولاد؟ لا ما معيش طيب ما انت سهل جدا وعملناها كتير جدا بترفعي دعوه اثبات وفاه للغيبه لانه غاب فتره أكتر من, من خمس سنوات تعملي دعوه اثبات وفاه للغيبه بتاخدي حكم م. المحكمة بتعمل محضر إثبات حالة الأول بالغيبة وبعدين ترفع دعوة في محكمة الأسرة دعوة إثبات وفاة غائب وبالمحكمة تحلل للتحقيق وتجيب اثنين شهود يقولوا أنه تغيب من أكتر من خمس سنوات والمحكمة بتديك حكم وبعد الحكم ده بتعمل بعد الحكم تطلع شهادة وفاة عادي وطلع وخلاص يعني كأنه هو بيعمل آه حكم الحكم المتوفى متوفي آه. ما شفرت على غسلة مثلا يعني انت وحظك بقى <applause> معاكي حكم محكمه، انت ما عملتيش حاجه غلط اثناء قبل ما تحكم لو ظهر اه لو ظهر يعني لو ظهر قبل ما تحكم المحكمه هتديكي رفض للدعوه شوفي بقى هترجعي له او عايز ايه تاني يعني مم. لكن ممكن برضه تعمل شهاده تحركات اه بس على فكره بيستغل هذا الامر استغلال سيء لان اعرف واحد عارف ان مراته عايشه وراح عامل دعوه اثبات وفاه وكده وخد حكم اثبات وفاه ومن غير هي ما تعرف كمان. غير يعني هي ما تعرف مش كده؟ عنوان آه. مختلف. يعني مختلف. بس, بس هي عن... انت متاكده انه مفيش اي خيط من الخيوط يوصلك ليه؟ ما تعرفيش عنه حاجه؟ ما. لا. انت عندك كام سنه؟ ما. عندي 41 سنه. آه. طيب يعني هي صغيره. اثبات وفاه وخدي حكم على الاقل يعني تستحق معاش او تستحق آه. مساعده. تمام خلاص كده عرفتي هتعملي ايه؟ رأس. آه. مش كده؟ اه تمام انت طول ال 13 سنه دول يعني ما حاولتيش تسالي ممكن تعملي ايه؟ لا ده فات وقت طويل قوي انا انا رفع عدات نفقه عليا باخد من البنك, البنك من بنك ناصر من بنك ناصر اه اه بتاخد نفقه طب مين بيدفع النفقه؟ البنك 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 بس البنك, البنك مش هيدفع لك نفقه الا اذا عملت حاجه اسمها تحري ان عنده ممتلكات وعنده دخل يبقى اكيد ده موجود وعنده ممتلكات والا البنك ما كانش عطاك نفقه ما كانش نفذ لك حكم النفقه أوه. انا انا صراحه النفقة رفعت على بطابون رفعتهاش على هو على مين؟ على بيت ابوه على بيت ابوه مش عليه هو على عنوانه ايوه على عنوان والده أيوة. يعني اه عنوان والده ايوه اه طيب المهم انت ما تكونيش سيئة النيه وعارفه مكانه لان كده تعاقبي لو انت كنت سيئة النيه لو حسنت النيه فعلا. فعلا وهو ما تعرفيش هو فين بتاخدي حكم من المحكمه صدقني ما أعرف مكانه فين لو اعرف مكانه فين انا اعرف دعوى اثبات وفاه في محكمه الاسره وخدي حكم بعد ما تاخدي حكم عادي بتغيري البطاقه ارمله ولو عايزه تتجوزي تاني عادي عايزه تقدمي على معاش او كده مساعدات من الدوله عادي جدا بشكرك شكرا ليكي طيب معنا تليفون تاني من المنيا الو الو اهلا بيك اتفضل انا من المنيا وكان عندي مشكله كنت مسافر ووالدي اتخانق مع مراتي ومراتي راحت لابوها البيت ودلوقتي انا مش عارفه احل المشكله دي وابوها طالب يكتب البيت باسمي ويكتب الارض باسمي ووالدي أه بابي وانا وحيد وبعت لها ناس كتير أه دخلت ناس كتير في الموضوع وابوها مش راضي يتكلم لها سبع شهور او ثمان شهور دلوقتي لا انا مش عارف اعمل ايه طب معلش ثانيه واحده هو مش مراتك كانت قاعده في بيتها؟ ووالدك ليه بيت تاني ولا هما الاثنين عايشين في نفس البيت؟ نفس البيت, في البيت اه نفس البيت حصل مشكله بينهم وبين بعض ماشي وراح هو قال لها مثلا اطلعي بره البيت انت مالكيش مكان في البيت راحت مشيت وراحت راحت لوالدها والدها دلوقتي مصمم ان هو يكتب البيت باسمي علشان تعرف تعيش انا مش عارفة اعمل ايه والناس دخلت كتير 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 ادي سبع شهور ومش عارف اعمل ايه عندك اولاد لا. اه في ولد وبنت معاها طبعا اه امم راي انك تكتبي اسامي وحضرتك حاليا مسافر ولا موجود لا. أنا, مسافر. أنا. انا انا من المنيا ايوه بس بتسافر خارج مصر يعني شغلك فين لا 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 انا انا كان شغلي في في القاهره وحاليا دلوقتي سبته عشان المشكله دي المشكله دي مع معدلاني ومش قادر انت تعرف قادر انك لو ما كنتش مسافر اصلا ده كان ممكن ما يحصلش؟ انا لو مش مسافر اصلا مكنتش ما كنتش ما, كانش حصل ده كله اه بالظبط يعني وجودك مهم اه انا لو مش مسافر ما كانش حصل ده كله بس حاليا بتشتغل في نفس البلد اللي انت ساكن لا فيها؟ لا انا دلوقتي لا انا حاليا دلوقتي سبت شغل عشان المشكله دي انا دي هتصرف يعني منين يا عزيزي؟ هتصرف منين؟ ماشي أنا دلوقتي أنا دلوقتي أنا عايز أحل المشكلة دي وتورع شغلي معلش ما أنا بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك ما هي مش هتتحل المشكلة ووالدك بيصرف عليك لا ما فيش حد بيصرف عليا أنا الحمد لله معايا يعني أنت مقتدر فأنت حتى لو أنت قاعد من الشغل قادر إنك تصرف؟ أوه أنا معايا أه أنا الحمد بس لله بس معايا ما هو قعدته في البيت هتعمل مشكلة لازم يا عزيزي هي رجعت طول ما هي طول ما هي رجعت البيت ماشي المشكله كلها اتحلت لا مش هي كده بس شغلك واعتمادك على نفسك والزوجه تحب تحس ان زوجها راجل بيصرف عليها مسؤوله منه هو اللي بيقول لها دي صح ودي غلط مش والده اللي بيتحكم فيها هي مش متجوزه والدك هي متجوزاك انت بيفتك في في هي 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 حاطط كانت ابويا نعم طالما قال طالما قالت ابويا وراحت لابويا ابوها بص يعني ابوها راجل طيب ماشي بس يعني شديد شويه. ايوه راجل طيب بس شديد شوية. مش عايز بنته تتهان ما ينفعش ابوك وانت غايب يقول لها اطلعي بره. راحت راحت ناس الناس راحت ناس كتير ماشي ومش نافع خالص. هو اساسا الموضوع كله الموضوع كله كان معايا انا في التليفون ماشي وبعد كده اتنقل هيجي اه. يعني انت كنت مختلف مع والدك في التليفون؟ اه في التليفون بس مش اكتر مخت... انت مختلف مع والدك اه اه راحت هي راحت هي اتنجا فرح والدك عقبها هي ما ينفعش اه ما ينفعش طب انت ما عرضتش عليها مثلا هي ترجع بس في مكان تاني؟ عرضت عليها شجر جار بره بالقاهره، عرضت عليها شجر جر في اي مكان تاني لا مش نافع ليه بقى مش نافع ليه مش لازم مش لازم البيت لازم البيت يتكتب باسمه لازم البيت يتكتب باسمها مش طبيعي آه لا باسمه هو انا بس بستاذنك يعني هل انت حاولت انك انت تتواصل معاها وتعرض عليها فكره انكم تسكنوا بره وحاولت ترضيها وحاولت تفهمها انك واقف في صفها وان والدك غلط في حقها يعني تحاول انك انت تسترضيها كده بالراحه عشان ترضى ان هي تقعد معاك في مكان بره لا معلش بعد اذنك هي في اباء كهنه راحت كتير والاباء الكهنه دي بتقول مش عايزاك يا عم انت انت مش الاباء الكهنه انا بتكلم عليك انت انت حاولت انك انت تقعد معاها كده وتحل المشكله ما بينك وما بينها قدام بعض حاولت حاولت قالت لا ابويا اللي يرضى بيه ابويا مش انا ارضى بيه طيب اقنع والدتها بقى دلوقتي انتوا عايزين نحافظ على الاسره دي

هي لو مقتنعه هتقنع والدها لا يعني مش هي لو عايزه لو عايزه هتقنع والدها مش عايزاني في الاخر لا 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 لو مش عايزاك ما كانتش عاشت معاك واخد بالك هي بس الموضوع طردها من البيت واجعها يعني اه حقها معلش كلمتين حلوين وهديه نرضيها نرضي والدها ندخل حد وسيط يقنع والدها وده افضل حل بتقوله استاذه نانسي انكم تاجروا شقه بره وتعيشوا مع بعض وتكسبوا بعض بعد طرح. كده طرح. ممكن يبقى آه في مرحله تانية تروح تقعد في في, في البيت في ناس راحت نفتت هناك وطلبت ان هو انا لو طلبت ان انا اخد شقه ايجار ماشي وهي وابوها ما وخافت احسن تروح احسن مثلا اتعبها هناك كده خافت تروح لاحسن ايه؟, إيه؟ احسن اتعبها هناك مثلا احسن تتعبها؟ المشكلة أوه. مش بينك وبينها، المشكلة بينها وبين والدك. أه هي دماغها كده بقى أنا ما اعرفش معلش معلش، اعملوا محاولات تانية وثالثة لكن ما تيأس وبنعمة ربنا الموضوع سهل يعني. الموضوع سهل. لأنك أنت مش طرف في المشكلة. أنت بس أنك يعني معلش مش عايز أقول حاجة أنا بس عايز أنصحه أوعى تروح المحكمة. أه اوعى تعمل لها زار طاعة اوعى يعني حد يقول نفق. لك روح المحكمة المشكلة بعد صغيرة بعد. لو رحت المحكمة هتكبر تكبر. طبعا نيبتك طبعا نفسك بعدين آه هي عملت هي عملت نفقة نفقت نفقت زوجية ونفقت صغار آه. سن وانا عملت طاعة <تصفيق> وهي, <تصفيق> وهي وهي وهي, وهي, وهي دكتور عملت دكتور عبد بيعرف يطلع الحاجات المستخدمة انا عارف <applause> انه هو يعمل كده وهي عملت ولايه تعليميه اه ده من زمان, بقى. الموضوع, إن بسيط ده من زمان. آه. الموضوع بسيط اصلا آه. الموضوع بسيط وخلاف ما كانش بيستاهل ده ما كانش مستاهل قواضي ومحاكم ويعني و... انت من الاول لو كنت انت وانت كنت رحت وحتى كنت استحملتها شويه لو قالت لك كلام تقيل بس كنت هتعرف تلم شمل عيلتك بعد اذنك الموضوع كبير وانا خايف اتكلم احسن احسن تتذاع وانا مش عايز اتزاع يبقى خلص الموضوع وروح لحماك واسترضيه كلمتين حلوين واكسب زوجتك يا ابني له هتنازل عن القضايا الموضوع كبير وانا مش عايز نزاع عشان كده انا مش خايف اتكلم طيب الكلمتين اللي حضرتك قلتهم تسمح نزاعهم ولا بلاش زيعهم عادي بس مش خلاص بلسك. خلاص اوكي ماشي يبقى دخل الكنيسه بعد اذنك وما تيأسوش عارف انك حي. دخلت الكنيسه تاني وتالت وعاشر وشوف حد صديق لحماك ممكن يكلمه لو حد من اصدقائه الناس الحكماء العاليم يتكلموا يا بنا الموضوع كبير بجد وانا طب خلاص طالما الموضوع, الموضوع كبير افتح م... يفتح ملف خلاص يا سيدنا الموضوع يعني الموضوع كبير بس الموضوع كبير انت عايزها لغايه النهارده ولا كبير يعني مش عايزها لا الموضوع عايزها الموضوع كبير انا خايفة اتكلم مع نفسك اه انا خايف اتكلم مع نفسك بجد خلاص يبقى لكن خل... انت عايزها وعايز ترجعها وترجع اولادك اه انا الموضوع كبير وخايف اتكلم مع نفسك احسن يتزع الموضوع ده ماشي برافو عليك لو كويس انك برضه بتحوط حوالين بيتك حاجه حلوه هو وانا مش عايز الموضوع كبير جامد جامد, 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 جامد. بصراحه معلش من نفتك ان انا خبيت على خبيت على عليك على جثتك حاجات كتير لا مفيش مشكله احنا يهمنا نستر على الناس نستر البيت لازم يقوم طبعا. تاني طب الحل ايه؟ لازم ما يياس يدخل الكنيسه تاني مفيش مشكله يدخل الناس الحكماء اللي ممكن يساعدوه في حل المشكله طب ما يمكن مش حلو في المحكمه زي ما قال اه الدكتور طبعا الدكتور. ما يمكن الطرف الثاني او هي زوجته عندها اسباب هو فاهمها غلط ليه ما يكونش مثلا في جلسات زي اللي بيعملها المجلس الاكليريكي كده يجيبوا الزوجه ويسمعوا ويسمعوها يعني طرف محايد لا تبع ده ولا تبع ده يجيبوا الزوجه يسمعوا منها وهو ويحاولوا يوفقوا يعني ده ممكن يحصل في المجلس الاكليريكي بس نصيحه مني ليه يدور على شغل ويشتغل في نفس المنطقه اللي هيعيشوا فيها المجلس الاكليريكي الاب الكاهن اللي انا جايب له عضو في المجلس الاكليريكي يعني الاب الكاهن اللي انت موسطه عضو في المجلس م. اه بس مش رسمي مش رسمي ازاي؟ مش عشان هو يعني يعتبر كاهن المنطقه اه كاهن المنطقه اه وانا قلت له مش عايز حاجه رسمي اه انت 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 اللي رافض كل حاجه تخرج بره نطاق المفاوضات الوديه يعني ايوه ايوه طب ما هو انت تستمر إن بقى في المو... في, هتخلص في, ال... بنا في الاتجاه ده ولما تظهر نيه انك انت عايز تخلص موضوع المحكمه قول لهم انا مش عايز استمر في المحاكم بدل ما نصرف في المحكمه اصرف على بيتك اولى والناحيه الثانيه لازم تشوف شغل في المنطقه اللي هتعيش فيها مش تبقى مراتك عايشه في مكان وانت شغال في مكان <applause> تمام كده شكرا انا له. انا استاذنك انا عايز اقول حاجتين اتفضل الحاجه الاولى ان الهدف من البرنامج يعني في رايي مش عرض المشكله لا محاوله حل المشكله وايجاد حلول للناس طبعا الناس كتير بتسال انتوا بتعرضوا مشاكل احنا بنعرض المشكله ونحاول نلاقي للناس حل للمشكله يعني هدف البرنامج محاوله الوصول لحلول مشاكل الناس طبعا المسألة الثانية الكنيسة بقى دور أن يكون في لجنة في الكنيسة لجنة مفعلة حقيقية لحل مشاكل الناس يعني عندنا في محكمة الأسرة في حاجة اسمها خبير نفسي وخبير اجتماعي مشاكل كتير جدا بتتحل عن طريق الخبرة عشان كده القانون 10 سنة 2004 بشأن الأسرة طلع حاجة جديدة اسمها لجنة تسوية اللجنة دي بيجيبوا الزوج والزوجة ويقعدوا معاهم ويحلوا مشاكل الناس ليه الكنيسة يبقاش فيها حاجة زي كده لجنة تسوية يكون فيها ناس أمنة ناس على مستوى عالي من الخبرة وياخدوا الزوجة والزوج بعيد عن الأهل بعيد عن أهل الزوج وبعيد عن أهل الزوجة حقيقي. عشان تظهر المشكلة إيه سببها ونحط لها حلول صح. ده, ده المفروض يكون في الكنيسة يعني. بشكرك على إلقاء الضوء على النقطة دي يا دكتور عبدالله لأنه برضو ناس كتير بتسألني وأنتوا ليه بتعرضوا مشاكل في, ويا أستاذه ما ينفعش نطلع الحاجات دي على الهوا والناس تتفرج و... هو الهدف أصلاً إيه؟ الهدف إنه حضرتك تستفيد من خبرات الناس اللي حواليك لو مريت بالمشكله دي تسمع حلها وفي نفس الوقت الشخص اللي متعلق بأشياء اللي مش عارف ممكن يبتدي منين اللي حله مشكلته كلها ممكن تبقى في جمله من فم الأب الأسقف اللي مشرفنا هنا في البرنامج هي دي اللي بتحيه مره تانيه وبالتالي ليه نحرمه من إنه ياخد فرصه لعرض مشكلته؟ عرض المشاكل بيديك خبرة عرض المشاكل بيحل مشاكل الناس وعلى فكرة في مشاكل كتير جدا بتتحل بفضل وجود الأباء الأسقفة اللي منورنا أعضاء المجلس الإكليريكي ومش بنرجع نقول يا جماعة ده احنا حلنا مشكلة فلان الفلاني لأننا أصلاً عندنا سرية تامة في عرض المشاكل ما بنعرفش هوية حد وبالتالي مش هنرجع نقول ده مشكلة فلان الفلاني اتحلت، في مشاكل كتير بتتحل وفي مسائل بتتسوى وديا بشكل رائع جدا من غير ما نقول، لكن فعلا البرنامج نجح في فكرة انه يوصل الناس ب يعني يوصل كل طرف بالتاني، صاحب المشكلة مش عارف يوصل للمجلس بنوصله للمجلس، في معلومة بتبقى ناقصة قانونية مثلا المستشار القانوني اللي بيشرفنا بيكون معانا بيوضح وبمنتهى السهوله ياما ناس اتضحك عليها ويا ما ناس فضلت تلف في المحاكم سنين عشان ناقصها معلومه اتقالت في حلقه من الحلقات وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم انه احنا عندنا اه يعني ناحيتين بنشتغل فيهم بنعرض المشكلات وبنحاول نحلها وندي لحضراتكم خبره والجانب التاني نتعلم فيه بنعرض موضوعات كتير جدا عشان نتعلم من خلالها ازاي بيتنا يكون مبني على الصخر والنقطه الاضافيه اللي يمكن اتكررت في حلقات كتير انه حق الرد مكفول اللي اللي اتعرضت له مشكله وشايف انه انا اتظلمت ده الطرف الثاني خد حقه وقال اللي هو عايزه وانا ما قلتش لا حضرتك ممكن تبعت لنا وتقول لنا انا عايز اعقب على المشكله الفلانيه وبتدخل تعقب وبتاخد نفس فرصتك ونفس الوقت اللي اخده الطرف الاولاني احنا مش في محكمه بنحاول على قد ما نقدر نساعد حضراتكم لكن وجب ان انا اوضح النقطه دي لانه بتجيلي رسائل تسال على الموضوع ده ودكتور عبد الله فتح الموضوع ده النهارده فكان لازم اعلق على الحكايه دي طيب احنا معانا تليفون رساله طيب معانا رساله يا سيدنا بتقول انا عندي مشكله كبيره جدا انا متجوزه ومعايا اربع اطفال ومن محافظه اسيوط المشكله بتاعتي انا المذنبه فيها ده اعتراف منها بس للاسف ليا اربع شهور في المشكله ومفيش اي اباء كهنه اتدخلوا بيتي اتخرب والعيال اتدمروا نفسيا وجوزي واخدهم مني ومش بيخليني اشوفهم بس والدتي معاهم قاعده وبتوصل لي انهم تعبانين على الاخر وكلهم سنهم صغير اكبرهم في سته ابتدائي ارجوكم الاهتمام وده رقم مرات اخويا اللي قاعده عنده لو حبيتوا تفهموا المشكله او عرفوني ازاي اتواصل معاكم انت طريقه التواصل سهله زي ما تواصلتي معانا من خلال الرسالة احنا بنرد عليكي وعلى العموم رقم التليفون موجود لو سيدنا حب يعرف اي معلومه اضافيه راي نيفتك ايه يا انا في الاول بشكرها ان هي معترفه ان في خطا منها بالظبط لان في كتير بيبقى غلطان ما يعترفش انه غلطان تمام أه الحاجه الثانيه بتقول محدش يتدخل من اباء الكهنه طب هم عرفوا في مشكله ولا ما عرفوش ليه ما نبلغش ابونا ان في مشكله عندنا وتعالى اتدخل نشوف حد من ممكن يساعدونا في حل المشكلة لكن ما نسيبش الموضوع كده ونقول أنا عندي مشكلة طب عملنا إيه من أجل الحل لازم نعرف الكنيسة لازم نعرف الكنيسة وبعدين هي بتقول والدتها عايشة معاهم قاعده مع الولاد مع, مع, الاولاد اه فهل ودى الاولاد عند جدتهم ولا هي اللي راحت قعدت معاهم يا ريت والدتها برضو تبقى حلقه وصل طالما هو قابل الزوج قابل ان والدتها هي اللي تخدم اولاده فتبقى حلقه الوصل تقدر تصلح بينهم دكتور عبد الله في القانون في حالات معينه ممكن فيها القانون يدي للجده حق رعايه الاطفال صح ممكن يكون مطبق ده في الموضوع ده لا هو المشكله دي برضه بتصير مسالتين المساله الاولى كون والدتها عايشه مع الاولاد يعني الزوج ما زال متمسك بولاده وبيها وبحماته وبحماته يعني اللي يسمح لوالدتي تقعد مع اولادي يبقى كاني انا اللي قاعده معاهم يعني يعني مشكله كده فيها يعني فيها بادره امل ان هذا الزوج هيجي في يوم ويرجعها تاني يعني. اه ايا ما كان الذنب اللي هي ارتكبته دي مساله يعني لاني بس ده أي... لو موجوده معاهم انسانيا انما لو موجوده معاهم بحكم محكمه مثلا احنا احنا بنتكلم في المشكله المعروضه ان ان هو سامح لام الام ان هي تعيش مع الاولاد واضح ان انسانيا مش قرارين. واضح ان هو انسانيا بقى كويس او في بادره امل انه مع الزمن هيرجعها تاني المساله الثانيه انا برضو بنصحها اوعى تروح المحكمه لان تروح المحكمه هترفع دعوه ضم صغار او ترفع تقدم شكوى للنيابه العامه والنيابه العامه هتسلمها الاولاد لان الصغار في حضانتها لغايه 15 سنه تمام هي بتقول اصغرهم في سته ابتدائي يعني 12 طيب يعني يعني سنة. سنة. اقل من 15 سنه م. لو عملت لو هي عايزه تلجا للقضاء بترفع دعوه ضم حضانه او تسليمها اولادها او تقدم بلاغ للنيابه العامه والنيابه العامه هتسلمها الاولاد لكن دي هت هتمنصحهاش ان هي تعملها لان هتزود الفجوه اكثر آه. فلاش من ما تعملش خصوصا هو سامح لوالدتها ان هي ترعاه اه لكن الجده الام دورها قانونا لو الام مش موجوده لو الام مطلقه بتنتقل حضانه الاطفال للجد. من الام لام الام م. اللي هي الجده الام. تمام، طيب يعني هي دلوقتي تحاول تعمل ايه؟ يعني هي برضو ما محلنا لهاش المشكله بتاعتها، هي تعمل ايه؟ لازم تدخل حد من الكنيسه. ووالدتها تحاول تقرب المسافات. وزي ما قالت انا ليا آه ذنب في المشكله يعني تقول لزوجها الكلمه دي مش تقولها لنا احنا. ف انا شايف انه ممكن زوجها يقبل الاعتذار تحاول تحاول طبعا تمام طبعا طيب. آه انا بستاذن يافتك وبستاذنك يا دكتور عبد الله هنخرج لفاصل ونرجع نكمل كلامنا لانه عندنا عدد كبير جدا من المشاكل لكن بعد الفاصل خليكم معانا قدس الاله الواحد امين من مفاتيح السعاده الزوجيه الكلام الحلو. احنا بقينا مقلين في الكلام الحلو. الدنيا بقت ناشفه شويه، كله بيزق كده، عاوز فلوس، هات كذا وانت جاي، روح اعمل المشوار ده، انت ما بينفعش معاك اللغه بقت بايخه كده وناشفه. الحقيقه السعاده الزوجيه تحتاج الى رقه، الى كلام عزب شفتاكي يا عروس تقطران شهدا. صل المسيح لما يتكلم مع اي شخصيه يعني يطيرها من السعاده تعامل مع السامريه السامريه تحس انها ملكه وهي انسانه مليانه شر بس ايه الاحترام ده ايه الذوق ده ايه الادب الزياده ده مش واخد عليه فطبعا بقت فرحانه جدا ذكه مش متعود حد يعامله بحب كده بكلام حلو ده المسيح بيقول عليه ده ابن ابراهيم دي كانت كلمه يعتز بيها اي يهودي مع انهم كلهم بيشتموه بره بس هنا المسيح كلامه حلو لما التلاميذ يقعدوا معاه لهم يا أصدقائي كلمة كبيرة أوي أنت ربنا تقول علينا حبايبك وصحابك احنا مين عشان نبقى حبايبك وصحابك ربنا إذا كان بيقول لنا كلام حلو ونستخسر في بعضنا كلام الحق وبعدين يخلص مننا العمر والحكاية تبقى ناشفة كده طب على الأقل نفتكر لبعضينا كلام حلو كلمة الحلوة ممكن تخلي اليوم كله حلو كلمة بتتقال في ثانية قادرة تخلي المزاج كله جميل والعكس صحيح كلمة بايخة تعكر يوم ويمكن تعكر السنة كلها طب ما احنا ندقق في الكلام ليكن كلامكم ما كان صالحا للبنيان لا تخرج كلمة شريرة من أفواهكم كل ما كان صالحا للبنيان فيبقى الكلمة محسوبة كلام الحلو منه التشجيع منه الدعوة الحلوة لما تدعي للي حواليك من التقدير انك بتقدر انه فلان عمل حاجه حلوه بتقدر ان ابنك شاطر بتقدر ان حد التزم بحاجه تقدير تشجيع دعاوي حلوه نصيحه حلوه كلمه يا حبيبي كلمه يا حبيبتي الكلام ده كله بيفرق قوي في السعاده الزوجيه لالهنا كل مجد وكرامه ابدا مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا مره تانية في بيت على الصخر برحب بنيافتك معنا يا سيدنا أهلاً. منورنا برحب بك يا دكتور آه في رساله بتقول يا سيدنا انا متجوزه من 16 سنه وزوجي كان موظف وساب الوظيفه وبدا يفكر في السفر وسافر لبنان ثلاث سنين معرفش عنه اي شيء وبعدين رجع 15 يوم هنا في مصر ورجع لانه كانت آه البلد اللي هناك يعني بتقبل الناس بعدها سافر بعد 15 يوم ايطاليا وبقاله حاليا 8 سنين ما عرفش عنه شيء يعني هو قعد 3 سنين في لبنان رجع 15 يوم وبعدين سافر ايطاليا 8 سنين وفجاه بالصدفه كنت عاوزه اعمل قضيه نفقه اتفاجئت بالراجل موظف المحكمه بيقول ان جوزي غير ديانته في ايطاليا ورفع قضيه طلاق عليا وانا لم ارغب في تغيير الدين وعاوز يطلقني اتصرف ازاي واعمل ايه وانا معايا شهاده تغيير الدين بتاعته جبتها من المحكمه ومعايا ولد ومش عارفه اعمل ايه وانا تعبت كتير جدا في حياتي وارجو المساعده بالنسبه للسفر انا بشجعش واحد يجي يتجوز ويقعد شهر ويمشي يا تاخدها معاك يا تقعد تشتغل في مصر نسمع كتير يقول لك ما احنا بنسافر علشان العيال يرجع يلاقي العيال فشلوا. الاطفال محتاجين زي ما محتاجين ام محتاجين اب. طبعا. ما ينفعش الام يبقى الاب عايش وتقوم بدور الاب والام. امتى بتقوم بدور الاب والام؟ لما يكون الاب اتنيح. لكن الاب يبقى عايش ويتحرموا من ابوهم وهو يتحرم من اولاده مش صح. فانا بنصح لو سمحتوا الزواج استقرار اسري فهنتجوز يا يعني نعيش في نفس البلد اللي احنا متجوزين فيها يا يعني اما اخد اسرتي ويعيشوا معايا بره. يقول لك انا مش هقدر اخد اسرتي معايا بره اقول له ما مت... ما تجاذفش باسرتك ارجع وافتح مشروع واعمل اشتغل اي حاجه في مصر يقول لك فين المشاريع اللي هنعملها في مصر أشتغل ايه مهما كان الشغل حتى ولو حاجه صغيره مع الوقت هيكبر يقعد يتغرب ثلاث اربع خمس سنين بره ويرجع يلاقي اسرته مفككه ولا ابنه مش عارف يكلمه وعمل فجوه بينه ما بين اسرته لا لا ما ينفعش فالاستقرار الحاله اللي بين ايدينا واضح انه غير ديانته اه سهل جدا تثبت الكلام دوت وتاخد طلاق ما دي سهلة وليه راي يا دكتور؟ اه طبعا بس هي فيه في في غموض في الرسالة يعني بمعنى هي بتقول سافر تمن سنوات هل بقى خلال التمن سنين دي انقطعت صلتها بيه اه هي لها؟ بتقول كده هي بتقول انه آه بعدها سافر ايطاليا وبقاله حاليا تمن سنين ما عرفش عنه اي شيء وعرفت آه. بالصدفة من الموظف انه هو غير ديانته ورفع عليها قضية يعني غريبة المحكمة. بس كده ان يعني هي تمن سنوات وس... يعني ما تعرفش عنه اي حاجة غريبة شوية ازاي صبر الثمان سنوات دي هل الكلام ده صح ولا لا وكانت تصرف ازاي تصرف ازاي بعتاش نفقات ما بعتهاش نفقه ما كانت بترفع آه دعوه نفقه لما اكتشف بعدين في آه الاخر بدات ترفع آه لكن خلينا بس نبقى معاها في صدق كلامها وروايتها ان روايتها صح من اسباب طبعا الطلاق اختلاف الدين طالما هو غير الدين ايا ما كان الدين اللي هو راح ليه من حقها ترفع دعوه طلاق لاختلاف الدين ده قانونا وهي معاها شهاده معاها شهاده طيب. تاخد بيها حكم المحكمه على طول ما فيهاش طيب كلام طب وحقوق الولد بقى هترفع عليه دعاوى هتاخد احكام بالنفقات بالنسبه للولد ومش هتعرف و... تنفذها ممكن تنفذها عن طريق بنك ناصر بيعملوا تحريات اذا كان له ت... له اموال في مصر تمام طيب يعني هي بمنتهى السهوله دلوقتي تقدر تاخد حكم طلاق طلاق أوه. وتقدر ترفع دعوى نفقات عشان مصاريف الولد طيب في رسالة طويلة شوية سيدنا بس يعني هحاول على قد ما أقدر أختصرها بتقول في بداية المشكلة أنا واحدة كان نفسي أدخل الدير أمي ما رضيتش عشان أرعى أخواتي أنا معايا أربعة غيري أكبر واحد راهب وعندي أخ تاني مخلص كلية الطب أنا اتجوزت ورديت بالأمر الواقع ورديت بأمر ربنا وقلت إيه هنا زي الدير المهم القلب أمي خلتني ربيت أخواتي الأصغر وعيشتني طفولة تعيسة بسبب طبعها القاسي من الألفاظ ومدت الايد حتى مع ابويا الله يرحمه كانت صعبه. المهم أه كلمت أه اخوها يجوز ابنه لاختي وهي في ثانوي لكن بعد ما هي بقيت في كليه كلمت الطب اه, آه كلمت آه هي آه كلمت اخوها هي آه يجوز ابنه لاخت آه البنت دي. آه آه البنت ده كان الكلام ده وهي في ثانوي لكن بعد ما هي بقيت في كليه الطب قالت لا انا مش عايزه الولد انا عايزه دكتور. وكانت أسوأ أيام عمر أختي لأنها بقت تشتمها وتضربها وتحرمها من الأكل والفلوس حتى من الكلية في آخر سنة المهم أختي راحت بيت مختربات لأن ماما بقت خطر عليها لأنها كانت بتخنقها وبتقول لها موتك وانت نايمة وأخويا الراهب مخاصمني لأني كنت بدافع عن أختي وأختي دلوقتي اتجوزت وأنا حضرت فرحها وما دعتش أمي ولا أخواتي لأن ما حدش كان واقف معها غيري أنا وجوزي دلوقتي امي عايزه تخرب بيتي وعايزه تيجي تفضحني في بيت جوزي مع اهله اني مش بروح اخدمها انا كنت بروح لكن بعد الموضوع بتاع اختي بقت صعبه جدا وبتشتم بحاجات صعبه وكانت عايزه تضربني وبتطول لسانها على جوزي وهو بيزعل واخدت حقي في ميراث ابويا لاني كنت عامله توكيل ليها بس ما كنتش متوقعه ده يحصل انا دلوقتي مش عايزه اروح لها هل ده يزعل ربنا مني لو ما روحتش لاني بجد مش قادره استحمل انا تعبت وعندي حاله نفسيه كل ما بسمع صوتها لما بتبعت لي رساله على الواتساب بتعب مش بقدر اسمع صوتها هي عايزه تخرب بيتي عشان كنت باخد اختي عندي لما كانت بتضربها واختي شافت منها كتير كانت امي بتضربها وتعورها بالازاز وغير الشتيمه الصعبه قوي قوي وهي محتاجه رد بتقول ردوا عليا في اقرب وقت وقولولي الحلقه هتتعرض امتى حاضر وبتقول كمان اخويا الراهب هل اقول لرئيس الدير عليه انه مخاصمني انا واختي بقالنا سنين وحاولت اصالحه اكتر من مره ما مش عارفه اعمل ايه معاه ومعاها وامي بتحب الولاد اكتر من البنات ودايما تقول, تقول هالي انا واخواتي البنات ده المختصر <applause> ده المختصر اه امال لو ما اختصرناش كنا عملنا ايه <applause> ده <دا المختصر. تصفيق> الحاجه الاولى الاخت دي شخصيتها قويه على فكره <applause> اللي بعت الرساله وشخصيتها القوية دي نتيجة اللي هي بتقول عليه التربية القاسية بتاعت والدتها، أنا مش ببرر التربية القاسية ولكن احنا شخصيتنا وردود أفعالنا وتصرفاتنا النهارده نتاج آآ 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 معاملات من واحنا أطفال فأنا عايز بس أعيد الصياغة بدل ما بتقول قساوة مامتها أنا عشان أريحها بس نفسيا أقول التربية الشديدة شوية تربية والدتها كانت شديدة وده دي النتيجة اللي خلت شخصيتها قوية إن والدتها مش قادرة تعمل معاها اللي بتعمله مع الآخرين مع أخواتها التانيين شخصيتها قوية ف آه... يعني عايز أقول بدل ما تقولي والدتي قاسية نقول هي جديده بس ديانه سيدنا ديانه يعني بتدين عماله تدين اخوها وتدين امها هي بتحكي لنا مشكلتها لان هي هي بتقول كل إيه. الموضوع اعمل ايه؟ آه. انا انا مش قادر اروح اخدمها ده يزعل ربنا ولا لا؟ هو هو ده سؤالها يعني آه. هو ده المجمل العام للقصه بتاعتها فهي سيدنا شايفه ان والدتها بقت بتعثرها من تصرفاتها من اسلوبها من كلامها لو ما راحتش تخدمها لا هي مش عايزه تروح ده يزعل ربنا؟ ده سؤالها آه خدمة الأم دي على الرأس من فوق خدت بالك ما هو برضو والدتها اتربت ما نعرفش آه ظروف تربيتها وهي طفلة إيه مم. ما زي ما حضرتك إحنا تصرفاتنا النهاردة نتاج آه آه البيت بيربي التلفزيون بيربي المدرسة بتربي الشارع كل دي آه آه كوكتيل مع بعضيها بينتج عنها شخصيتنا النهارده وسلوكياتنا النهارده فالتمس العذر لوالدتك ما تعرفيش وهي طفله اتعاملت ازاي ما تعرفيش وهي طفله كانت مشاكلها ايه فلا تديني والدتك لا اه انا اشجعها تخدم والدتها ده رايي الشخصي ربما تكون على فكرة والدتها عندها مشكلة معينة مثلا نفسية اضطرابات يعني ربما هي تكون أصلا عندها مشكلة محتاجة حد يساعدها يفهمها أن هي إيه عندها مشكلة عشان تقدر تتعالج منها يعني ده وارد جدا واعتقد والدتها مش هتقدر عليها يعني هي تقول لوالدتي ولا لا لا سيبك من الكلام ده أن تخدم والدتي وخدي بركتها وقد تكوني سبب بركة لتغيير هذه السلوكيات اللي عاشت عليها عشرات السنين طيب هي بتقول أخويا الراهب اللي أنا حاولت أصالحه أكتر من مرة ومش عايز يصالحني ما تقوليش هم أخوك الراهب مش مش مش, مش هيتخص هو مش زعلان منك وما تقوليش تقولي أروح أشكيل الرئيس في الدير هتعمل له مشكلة في الدير ليه؟ لا مين قال إنه هو زعلان؟ قد يكون الفكرة دي عندك أنتِ لكن مش عنده هو ما تدخلوش الراهب في المشاكل دي لا لا نفصل بين المواضيع لكن اشجعها ان هي تاخد بركه خدمه والدتها لان لو والدتها انتقلت هي هتحس بالذنب انها ما خدمتهاش تمام لو الابنه هي اللي فيها المشاكل دي والام ما كانت, كانت امك اكيد هتحتملك يعني والدتك كانت اكيد هتحتملك صح ولا غلط يا سيدنا طبعًا. يعني لو الوضع معكوس اكيد كان النتيجه هتبقى مختلفه تماما فزي ما سيدنا قال لك كده حولي حولي لانه فعلا لو الام انتقلت ممكن يكون في مشاعر ندم كبيره جدا انك تخليتي عنها في يوم من الايام ربما تكون هي محتاجه كلمه حنينه محتاجه حد تحس بالامان معاه يطبطب عليها يمكن تتغير وهي والدتها النهارده اكثر احتياجا ليها ام كبيره ودي هي جدا دلوقتي فمحتاجه حد يساعدها يسندها يشوف احتياجاتها اذا كان محتاجه دكتور اذا كان محتاجه حاجات خاصه لا لا وياما المعامله الحلوه غيرت ناس آه. صحيح طيب احنا معانا تليفون من الفيوم الو مساء النور سلام يا سيدنا اهلا اهلا اتفضلي أهلاً اه انا متجوزه بقالي سنتين مم. في بيت عيله تمام لما جوزي تقدم لي قال لي ان احنا هنقعد مؤقتا في بيت العيله وهنجهز الشقه علشان بعد كده هنروح اسافر معاه البلد اللي هو بيشتغل فيها فخلاص حصلت الخطوبه بس يوم الخطوبه حماتي بينت جدا ان هي مش عايزاني احنا سالنا كويس عليهم الناس كلها قالت ان هم ناس محترمين ومفيش اي مشكله لكن حماتي بينت ان هي مش عايزاني خالص لدرجه ان الناس اتكلمت عليا في في الخطوبه و... واهل جوزي اللي هو حاليا اخواته خدوها بره وقالوا لها ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده البنت كويسه احنا مش عارفين انت معترضه الناس بدات تتكلم احنا قبل ما نكتب المحضر جبنا جوزي وقلنا له اه انت لو مش هينفع مامتك تبقى كده معانا يا ابني بلاش بينها احسن بنتي بي هتعيش مع مع مامتك في البيت احنا مش عايزين مشاكل واحنا ما بنحبش المشاكل هو رد علينا وقال لنا لا انا عايزها وما بالكم ماما هي بتعمل كده على طول ومش اول واحده في كل جوزات اخواتي المهم دخلت دخلت في 8 شهور الخطوبه وخلاص حددنا ميعاد الجواز حسيت ان في مشاكل هتحصل بس عديت لان هو ليه اخت مش متجوزه في البيت معانا هي مع يعني عندها اعاقه تمية بس هي قاعده في البيت هي اكبر اكبر من جوزي جوزي اصغر واحد في اخواته دخلت الشقه رحنا نفرش العفش ما لقيتش جايبين اي حاجه خالص في المطبخ خالص غير طقم يعني غير طقمين انا ما اتكلمتش وقلت مش مشكله احنا هنجهز شقه تانية الحاجات دي ابقى اجيبها انا بي. جينا تاني يوم الصباحيه دخلت نفس اللي عملته في الخطوبه عملته في وشي في الصباحيه. المهم عدت سنه في السنه دي انا كنت حاسه ان في حاجه بتحصل بس انا ما كنتش عارفه هي ايه. اتضح لي ان هي اخته اللي مش متجوزه بتدبر لي مؤامره سرقه. يعني ايه؟ ازاي؟ اه... حصلت حاجه كده بينت لي الموضوع ان هم اتهموني ان انا باخد الحاجات من من الشقه اوديها لمامتي. يعني تاخدي حاجتك انت من الشقه توديها لمامتك؟ اه حاجة المطبخ اللي هي اصلا مش موجودة مم. يعني جميل. هم ما جابوليش اي حاجة المهم انا عرفت الموضوع ده من من جوزي وقع بلسانه قدامي فانا قلت له لا انا ما ما جاليش الحاجه دي اصلا ما ازاي يقول عليا كده المهم كلمت اخته اللي كانت موجوده معايا يوم الفرش قلت لها يا فلانه حصل كذا كذا انت مطلعالي كذا قال لي ايوه انا اللي مطلعاه بايدي المهم ان هم عرفوا في حماتي عرفت فقالت لا مسكت جوزي قالت لا هي بتاخد الحاجات من البيت وتروح توديها لمامتها وهي مش اول مره تعمل كده هي بتاخد الحاجه قالت لها ما اختي قالت لك ان هي ما خدتش حاجه ان انت إيه اساسا الحاجه مش موجوده عندها طب هو زوجك مش عارف ايه اللي موجود في النيش واللي مش لا موجود لا جوزي ما كانش موجود جوزي بحكم سفره جه لي الشقه انا اللي عملتها انا اللي كنت بقف مع النقاشين ومع العمال كلهم في البيت انا اللي رحت جهزت الشقه من الالف للياء يعني. طيب اتفضلي كملي آه كده جوزي حاول يدافع عني واخواته حاولوا يدافعوا عني قالوا لهم لا اللي في دماغها في دماغها هي هي خدت الحاجات دي انا مطلعها لها بايدي انا جايبها لها آه يمين شمال ما فيش فايده المهم جت تاني اخته كانت مسافره بره وجات بعدها آه كلمت ماما في البيت وكانت ماما في الوقت ده في الكنيسه قالت لها يا اللي بتربي الكنيسه يا اللي بتوع تربيه الكنايس بنتك بتمد ايدها مره واثنين وثلاثه ومش اول مره تعملها. ماما طبعا سمعت اللي حصل أغم عليها وتنقلت جبنا لها دكتور وجالها الضغط بعد اللي حصل. وبعدين؟ بتقول لها هي اخذت ايه طيب؟ بتقول لها اخذت فلوس. مش اول مره تعملها دي عملتها مره واثنين وثلاثه طيب قولي لي طلبات حضرتك ايه انا دلوقتي آه بعدت عن حماتي خالص الفتره دي لان اخواته دخلوا دفعوا عني آه طردتهم قالت لهم انتوا بتدافعوا عنها ليه آه لا آه هي عملت كده فالموضوع كبر آه وانا لميته عشان خاطر جوزي بس انا قلت لهم ما فعلهم وانا فعلت ها وبعدين آه بعد ما الموضوع خلاص هدي وانا سافرت انا وجوزي في شهر 2 اللي فات جت كورونا فاضطرينا ان احنا ننزل من البلد اللي هو بيشتغل فيها قعدنا في شقه اللي هي في المكان ده آه هم كانوا في حالهم وانا كنت في حالي بس اخواته حبوا ان هم يلموا الموضوع علشان الدنيا ما تتنطورش بره لان لو بابا عارف الموضوع ده مش هيعديها لهم خالص بس احنا ما اتكلمناش مفيش حد عرف ان بابا وماما مش بيكلموا حمايا وحماتي هو بابا بابا جوزي راجل طيب جدا جدا ومالوش لو عارف الموضوع ده بجد مش هيعديها لها على خير كملي يا استنى لميت الموضوع خالص علشان ما يحصلش مشاكل بره وكلام ده طيب كويس جدا بره. يعني انتوا دلوقتي قاعدين مع بعض وتمام لا انا قلت له انا اللي كنت بعمله الاول مش هيحصل تاني انا على قد زيك زيك تمام انا حسيت ان جوزي طبعا زعلان لانه مش بيبقى في لمه اخواته اللمة لما دي اتفرقت فانا كنت صعبانه عليا جدا <applause> ان هو بيجي من السفر يقعد يومين فاليومين دول بيفضل قاعدهم عندي مش بيروح عندها فقلت حرام علشان بس ينو رضاها مش اكتر لميت الموضوع بس برضه مازال في حاجات كده انا بلاحظها برضه ان هي خايفه مني يعني انت زعلت ومشيتي ولا لسه هتزعلي لا ما هو الموضوع بقاله سنه آه. بس انا قعدت في شقتي بعيده آه. عنها ما طب كنت ده كويس يعني إيه كويس انك انت عرفتي احتويتي أصلاً. الامور ايه بقى طلباتك انا طلباتي دلوقتي انا حاسه ان هي بتعمل نفس اللي كانت بتعمله هي مش عايزاني اتحرك في المكان اللي لما بنزل نزلت في العيد اللي فات انا حاسه برضو ان هي نفس الموضوع ما غيرتش اللي في دماغها طيب اللي في دماغها اولاد دماغة. ولا انا المفروض اعمل ايه لا عندك اولاد لا اه أو. اوعى تقولي له يا انا يا امك اوعى تقولي له كده لا لا ما اقولش اوعى تقوليها دي خالص لا برافو عليك انا شاطره بصراحه برافو عليك انا ما اقدرش ما اقدرش اقول له كده لان انا كده هخسره مش هكسبه برافو عليك وزي ما كسبت زوجك بنعمة ربنا تقدر تكسب حماتك صدقني يا زيدنا وتكسبي أخت كنت زوجك كنت بعمل كل حاجة وكانوا بيحبوني ومبينين قدامي إن هم بيحبوني جدا بس طلعت أخته دي بتغير مني طب أنا إيه يعني لو بتغيري مني دي مش حاجة تعمليها في مش انت, انت, عايزة أنت عايزة تروح السما مش أنت في الآخر عايزة تروح السما. اكيد يا سيدي طيب اللي عايز يروح السماء يحتمل احتمل ودي برضه بس أحملية. بصي بصي هو طول عندها عاقة هي هي ممكن تكون عندها مشكله ما لانه هي برضه ممكن ظروفها تكون مخلياها مش عارفه تعيش حياتها بالشكل الطبيعي فمعلش انت ممكن تستحملي ده زائد انه هو المهم في الموضوع بالظبط المهم في الموضوع جوزك طالما انت وجوزك مبسوطين تسيطر على بيت على عليه علينا انا وجوزي وتلفتي ويعني كده هي عايزه تبقى هو انت مش ده. معظم الوقت اصلا مفروض ان جوزك بياخدك بعد كده وترجعوا البلد اللي انتوا كنتوا لا كورونا ظروف كورونا خلتني انا كده بقالي بعد كده يعني مش دلوقتي مش بعد كده انتوا في خطتكم انكم تسافروا تاني؟ ما هو الدنيا دلوقتي مقفولة شوية في موضوع الفلوس لأن محتاج فلوس كتيرة قوي علشان يجيب شقة هناك لأن طبعا هناك الحاجات غالية جدا فأخته هي برضو اللي مسيطرة على موضوع الفلوس ده ما هي دي برضو مشكلة يعني, هو يعني إيه مسيطرة و... على موضوع الفلوس؟ يعني هي هو عنده حتة أرض هو وأخته شركة فيها هو مم. كان جاي في الاتفاق قال لنا إن حتة الأرض دي هتبقى في الشقة اللي احنا في المكان اللي احنا نقعد فيه لحد الآن أنا مش عارفة مش عارفين أي حاجة طب ايه رأينا يا فتاك يا انت برافو عليك انك محتويه زوجك نستمر واحتوي زي ما احتويتي زوجك اخدمي والدته واخدمي اخته محتاجين خدمه، انت بتقولي لها يا ماما ولا يا طنط؟ لا بقول لها يا ماما وقلت جدع ان انا بقول لها يا ماما كانت بتقول لها يا طنط شافت وعملت نفس اللي انا كنت بعمله. برافو عليكي جدعه. أنتي محترمه وبنت آه ناس نشجعك على الاستمرار في الحياه دي والحاجات الكويسه اللي انت بتعمليها برافو عليك بس انا مش قادره انسى الموقف ده خالص هما مش بيكلموا بابا وماما وانا صعبان عليا جدا ان هما في كل التجمعات دي ماما وبابا كده لا يعني معلش حتى انت, انت سال على بابا وماما وخلاص اسأ... اتصلت باخته قالت له احنا انا عايزه اروح اروح لهم اروح لهم بس عشان بنتي تعيش كويسه صدقيني أنتي جوزك صمام امان العلاقه دي طالما انتي وجوزك علاقتكم كويسه اي حاجه بعد كده هتتصلح اهم حاجه تفضلي انتي كسبانة يعني انت تفضلي واخده رضاه وبتتعاملي معاه بالشكل الحلو اللي انت بتتعاملي بيه ده هتفضلي طول الوقت مرتاحه لو ابتدت المشاكل ما بينكم بسبب الخلافات الخارجيه دي حاجه مش كويسه فخليكي زي ما أنتي كده والمشاكل اللي بره هتتحل مع الوقت صح طيب. طب انا مش قادره انسى الموقف ده اعمل ايه مش قادره مش قادره ادخل البيت ده كل ما ادخله افتكر اللي حصل لا 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 مش قادرة لا لا ده بيتك زي الأول ده بيتك وحافظي على بيتك زي ما أنت كويسة كملي كويسة أغفره يغفر لك أنا أول. بتكلم أول. عن حماتي إيه؟ آه. عن حماتها هي بتتكلم عن حماتها أنا بتكلم إن أنا لها. مش قادرة أو يعني أنا ببين لها إن أنا أو بحبك وكل حاجة بس مش قادرة أنسى عايزه أل... أل... الزمن هو اللي بيصلحها هيتهموها فيا طيب عايزة تنسي؟ أه حبيها أكتر كل ما تحبيها أكتر هتغفري لها أكتر وتنسي أكتر الإساءة انت بتبيني محبه ممكن تكون يعني نص نص احبها اكتر احبها اكتر وحقيقي في مشاكل بجد ده مش كلام إنشى في مشاكل الزمن هو اللي بيدويها او الزمن هو اللي بينسي فخلي الزمن يعني يعمل مفعوله وخلي المشاكل تاخد وقتها كده وتتنسي وان شاء الله مع الوقت الدنيا هتبقى مظبوطه أشكرك جزيلا شكرا ليكي طيبنا احنا معانا رساله بتقول انا من الوادي الجديد متجوزه من 8 شهور يعني يعتبر لسه عروسه المهم انا ساكنه في بيت عيله بس ليا شقتي المفروض بس اكلي وشربي ويومي كله لازم يكون مع اهله في الدور اللي أي. تحت قلت معلش استحمل عشان جوزي لكن مامته تفضل تشتم فيا وشتايم وحشه خالص وجوزي بيبقى قاعد وسامع بس مش بيرد عليها ودايما يقولي لي اسمعي الشتيمه واسكتي وكنت فعلا بسكت عشان بيتي مع ان نفسيتي تعبت خالص وكانت مامته تقولي احنا بناكلك وبنشربك واهلك مش بيعملوا كده ومش سامحه الاهل يجوا عندي وقالت هكسر رجلين اهلك لو جم هنا جوزي كمان بعد شويه معاملته اتغيرت معايا دايما سايبني وهو اما على التليفون او نايم او في شغله المهم مش مهتم بيا ولما عاتبته زعق وقال لي مفيش وانه مش طايق عيشته معايا وكذا مره يقول لي كنت هسيبك في الخطوبه ومعاملته كلها برود وردود مستفزه حتى لما دخت وقعت واغمى عليا ما سالش فيا انا تعبت وجبت اخري وسبت البيت ومشيت ورحت لاهلي وهو لحد دلوقتي اهو كذا يوم سايبني وبيهدد يطلبني في بيت الطاعه وانا بجد مصدومه فيه ولحد دلوقتي بقالي ست شهور في بيت اهلي ما سالش عني هي كمان بتكمل بتقول حتى الاكل اللي بيجيبه في الشقه في الشقه رغم انه قليل كنت راضيه بيه بس كان يقول لي اهو الاكل بس برضه هناكل عند امي ايه الحل واضح ان والدته ما كانتش موافقه على الزواج من الاول ولا ايه هي هي مش كاتبه بس هو أوه. اللي هو بيقول انا ما ما كنتش عايز اتجوزك يعني بيقول كده مش طايق عشتي معاكي وكنت هسيبك في الخطوبه اتجوزها ليه وشيء طبيعي اول سنتين في الزواج بيبقى فيه مشاكل لسه النفسيات يعني ما ركبتش على بعض احنا لما بنعمل عمر الموتور نقعد نلين في الموتور والعربيه واقفه عشان التروس تاخد في بعض فدي نفسيات فين يعني ندي ندي بعض فرصه نفهم بعض نفهم ايه اللي يسعدنا وايه اللي يزعجنا مالك فمحتاجه انها تطول بالها مش ما ينفعش تسيب وتسيب زوجها وتروح بيت ابوها كده اه بس هو ما ينفعش برضو يخليها كانها عايشه في بيتها ومش في بيتها ما ينفعش ما, ما, ما بقول لسه ما فهموش بعض وهو لازم يكون ليه شخصيته ما ينفعش والدته ده راجل كبير واتجوز احنا ما عيال بنتجوز ناس ناضجه فما ينفعش يبقى هو قاعد والدته تشتمها طب عملت ايه ولو عملت حاجه غلط ليها راجل يترد عليه تقول له مراتك عملت كذا غلط لكن ما تشتمهاش وتقول بتقول بتشتمني وهو قاعد طب وليه فرض اني اكل واشرب واقعد اليوم كله تحت عند والدته ليه؟ هل هما كانوا متفقين على كده من الاول؟ لا اكيد ما فيش واحده لا. هترضى بالوضع ده يا سيدنا وعلى فكره الحكايه دي مرت علينا هنا في البرنامج كتير ال الزوج بيفتكر انه لما انا مراتي تبقى في بيت عيلتي ما فيش حاجه اسمها خصوصيه ما هو ممكن نبقى في بيت عيله ونبقى حبايب برضو بس كل واحد ليه شقته ونجتمع في اوقات معينه أوه. انما مش الفرد افطر واتغدى واتعشى واغسل واكنس وامسح في بيت والدته في ناس والديته. بيبقوا متفقين على كده وراكين بكده وعايشين وساترين وفرحانين بكده ومتمتعين بالخير بتاع واخد بالك ازاي في ناس زي ما يكونوا اه اه اتفقوا، اتفقوا يعني يفصلوا لوحديهم وكل واحد يشيل شيلته ولا اتفقوا هيعيشوا مع بعض حياه مشتركه زي ما يكونوا، حتى لو كانوا متفقين عايشين حياه مشتركه وجات الحياه المشتركه سببت مشاكل خلاص المفروض بالظبط نفصل بقى. وعايز اقول له لا تخسر والدتك ولا تخسر زوجتك. مش معنى ان انا بقول ازاي والدتك تشتم مراتك وانت قاعد مش هيقوم يرد على والدته الشتيمه بشتيمه ولا يقوم يضرب والدته بس و... يفصل القوات آه. يعني يكون في حكمه بجد طب <applause> هي هي عندها مشاكل مع والدتك تقعدها معاها ليل ونهار ما هو طبعا المشاكل هتزيد أطبع. هو على فكره الصعيد معظم الصعيد والريف كله كده بيتجوز ويعيش مع والدته مع والده مع اخواته بيت واحد وياكلوا على طبليه واحده اسمها كده يعني م. كلهم ياكلوا مع بعض ما هو زي ما سيدنا قال يا دكتور يعني لو الحكايه دي متفقين عليها ومبسوطين ماشي انما لو الموضوع ده حتى لو متفقين عليه وابتدى يعمل مشاكل لا خلاص ما بقاش ينفع يعني نادر جدا لما يتفقوا على في التفصيلات دي نادر جدا عليه الناس المتعلمه هي تقول انا عايزه شقه لوحدي من الاول تروح على مكان لوحديها وعازله ولها اكل لوحديها ولها عيشه لوحديها لكن بيوت العيال في الارياف كله بيعيش مع بعض اليوم كله عايشين مع بعض لان يعني فيه شغل ما هي الارياف الست بتروح الغيط بتروح مع جوزها الغيط وبيبقى هو واخواته ويرجعوا على البيت يحطوا طبليه وحصيره ويقعدوا ياكلوا مع بعض ده وضع طبيعي في الريف طيب هي نادر هي دلوقتي. جدا لما كل واحد يبقى له شقه مستقله او او اكل هي مستقلة. واضح اولا هي مش في الريف هي في الوادي الجديد تمام هي من الوادي الجديد وواضح انه هي مش قابله بالوضع ده واضح ان هو مش مهتم بيها لان هي بتقول هو معاملته كمان اتغيرت وما بقاش مهتم يا على التليفون يا في الشغل وما بيتكلمش معايا ومش طايقني فواضح ان في مشكله هي تعمل ايه هي والدته شديده شويه حتى uh -huh. على ابنها بعد ما اتجوز انا بطلب كل اب وكل ام جوزوا ابنهم ينفصلوا تمام كل واحد يشيل شيلته <مت> إحنا ما جوزناش أطفال، إحنا جوزنا ناس ناضجة. فيشيلوا شيلتهم ويبقى الأب والأم عينيهم على أولادهم اللي اتجوزوا من بعيد. لو محتاج حاجة، لو عنده مشكلة من بعيد. لكن أدخل في تفاصيل الحياة بتاعة ابني اللي اتجوز مش صح. ده أكتر من كده يا سيدنا، إحنا بيجينا حالات الابن بيبقى مسافر خارج البلاد. ويبعت الفلوس بتاعته على على والد. بيت اهله أوه. ووالده يشتري ويكتب الارض باسم الوالد الاب او البيت باسم الاب واداله الملكيه كلها مشتركه لغايه ما الاب ما يتوفى في بيوت كده في في ناس ما زالت شغاله كده عايشه كده وابوه هو اللي يديها المصروف ابوه يديها المصاريف اه يديها مش بيديها كمان احيانا ابوه هو اللي يشتريها اللبس بتاعها اه وهي عايشه كده يعني ما بصراحه ده منتهى الاذلال يعني انا بشوف ده منتهى الاذلال يعني انت اقعد جنب مراتك عيش عيشه طبيعيه عاديه زي اي اتنين متجوزين احسن ما تروح تجيب فلوس وفي الاخر هي ت... يعني تستعطي الفلوس من اهله بالشكل ده اللي بقوله يهمنا الاستقرار الاسري مهما كان شغلك جوه مصر اشتغل جوه مصر بدل ما تسافر وتبقى في فجوه بينك ما بين اسرتك طب هي دلوقتي قاعده في بيت اهلها بقى لها ست شهور وهو مش بيكلمها تمام. لا نحاول نحل المشكله قبل ما الفجوه تكبر دلوقتي في فجوه لو سيبناها شهر واتنين وسنه الفجوه هتزيد لازم يتدخل لازم حد من الاباء يتدخل لازم حد من والدته دي لو بتحبه تقول له روح وهي خايفه سيدنا بتقول انا خايفه لا يعمل لي انذار طاعه اوعى تروح المحكمه وترفع عليه دعوه نفقه مش هي دي اللي هتحل المشكله هتكبرها اه لو رفعت نفى هيروح رفع طاعة. يعمل لها طاعة، حل ودي وسواء كان بقى هيعزلوا يعيشوا في معيشة مستقلة، تحل سهل جدا ان هي تتحل. سيدنا معلش أنا عايزة رسالة من نيافتك النهاردة لكل الآباء والأمهات اللي بيتفرجوا علينا اللي شبه الحالة دي، اللي شايفين إنه مستقبل ولادهم إنهم يفضلوا جنبيهم. يعني تقول لهم إيه؟ هقول الرجل بيترك أباه وأمه. مش معنى ان يترك هنقول خلاص يعني يفرق فيهم طبعا ولكن يتفطم عنهم مم. وارجو ان الاب والام الام بالذات تتفطم عن ابنها اللي اتجوز علشان ما تعملوش مشكله احيانا الابن بيبقى عايز يستقل الام بتمسك فيه أه بحكمه كده بحكمة يعني عليهم لو في مشكلة نستأذنهم قبل ما نتدخل مش نتدخل كده ونقحم نفسينا في المشكلة سيبوهم يشيلوا شلتهم راجل كبير واتجوز وبيشتغل وبيحل مشاكل شغله مش حل مشاكل بيته صحيح مش هينفع طيب رسالة أخيرة وإيجابية الحمد لله في رسالة بتقول أنا نفسي رسالتي توصل للبرنامج أنا متجوزة من ثلاث سنين وبحب جوزي وهو بيحبني جدا جدا المهم إن في فترة كان في مشاكل كتير واتكلمت مع شاب غير مسيحي وكنا على تواصل وجوزي عرف وأنا حكيت له على كل حاجة ومن ساعتها هو اتغير تماما وده اللي معذبني ومخليني دايما زعلانة بقى يحبني أكتر ويشوف الحاجة اللي تفرحني ويعملها ودايما مخليني مبسوطه وفرحانه وكمان مش بيجيب سيره الموضوع ده خالص انا بس نفسي اشكره وأقوله اني بحبه ونفسي اسعده هو بيحب البرنامج وبيتفرج عليه علشان كده انا كتبت لك عشان يسمع رسالتي وكمان عايز اعرف اخلص من عذاب الضمير ده ازاي احنا بنحييك طبعا انسان محترم هما الاثنين محترمين بالظبط يعني هو احتواها في ضعفها وهي كمان قدرت احتواء زوجها ليها ولم تستمر في الخطا ومقدره احترام زوجها بس زي ما ربنا غفر لها وزوجها غفر لها هي تغفر لنفسها يعني تتخلص من عذاب الضمير ده بانها تغفر لنفسها اه يعني تحس انه خلاص ربنا سامحها على الحكايه دي بتفكر في الموضوع ده ما خلاص بلاش جلد الذات يعني خلاص الموضوع انتهى بس عايز اقول مش كل الازواج بيبقوا جمال كده ده لو زوج مش كويس هيمسك عليها الذله دي ويتعبها وحتى لو بقت كويسه هيذلها بيها وهيفتكر لها الضعف بتاعها هي ليها اب اعتراف تروح تعترف زوجها مش اب اعترافها فده عشان زوج جميل قبل واحتوى وعالج وعرف ان هو المشكله صحيح التقصير منه هو اللي خلاها ممكن تكون عملت مفيش مبرر كده. للخطا ولكن اعترف بخطأه وان كان هو ليه في المشكله واحتواها لانه كان عايز يحافظ على البيت آه. لكن لو زوج مش حكيم هيتعبها صحيح ولو زوج عنده نقص هيتعبها تعبه. هي هيتعبها شكرا جزيلا يا سيدنا ارهقنا نيافتك وتعبناك بارك خدنا بركه كبيره بشكرك جزيلا نيافه الحبر الجليل الانبا ستفانوس اسقف بيبا والفشن وسموسطه ورئيس المجلس الاكليريكي عن الدايره الثالثه خط الصعيد بشكرك جزيلا يا سيدنا بشكرك جزيلا دكتور عبد الله بشرى المستشار القانوني للمجلس الاكليريكي عن الدايره الثالثه خط الصعيد بشكرك جزيلا يا دكتور بشكركم مشاهدينا على متابعه حلقه النهارده تواصلكم الدائم معانا دايما بيهمنا راسلونا وبعتوا على وسائل التواصل المختلفه الخاصه بالبرنامج وخصوصا صفحتنا على الفيسبوك برنامج بيت على باللغه العربيه دي صفحتنا الرسميه والوحيده واللي دايما باكد على حضراتكم اتاكدوا من الصفحه الاول قبل ما تبعتوا عليها اي مشكله بنستقبل اي استفسار اي مشكله لو شايفين في نفسكم انكم من البيوت الايجابيه تقدروا تبعتوا لنا وتكونوا في الحلقات اللي جايه وعلى الصفحه دي هتلاقوا كل الاخبار الخاصه بالتصوير وكل الحلقات الخاصه بالبرنامج اشوفكم الاسبوع اللي جاي الى اللقاء